أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تلقيها نحو 1600 طلب ترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل. ومن المرتقب أن يتنافس هؤلاء المترشحون على 117 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان التونسي. مثقلة بوجع اغتيال زوجها شكري بالعيد، دخلت بسمة الخلفاوي غمار المنافسة الانتخابية كي تكمل مسيرته. وعلى الطرف الآخر مثقلا بألم المنفى يدخل غمار المنافسة خصمها اللدود راشد الغنوشي في لحظة نشوة بالحرية، يتنافس لأول مرة منذ اندلاع الثورة على مقعد في البرلمان. وقبل ذلك الموعد بدأ الصراع على أشده بشأن منصب الرئاسة في انتخابات سابقة لأوانها، انتخابات سيكون إرث الرئيس الراحل الباجي قيد السبسي وقودها، وسط منافسة شديدة بين القائمات الائتلافية والحزبية والمستقلة في الانتخابات البرلمانية. تلقات الهيئة 1592 مطلب ترشح، منهم 695 مطلب من قائمات حزبية، 190 ائتلافية، و 707 مستقلة. يشي سباق الرئاسة المقررة بعد بضعة أسابيع أن المعركة حول هذا المنصب ستكون رمزية بشأن تبني سجل السبسي ورمزيته. رفاق الرئيس الراحل وأبناء حزبه لا يرون مانعا من توظيف ذلك الرصيد في الحملات الانتخابية. إرث المرحوم الباجي قائد السبسي هو إرث الدولة الوطنية العصرية، الإرث البرجيبي، وهذا يحصل في تواصل واستمرارية. في انتخابات 2014 تم الحديث عن الإرث البرجيبي، ويمكن في انتخابات 2019 بيتم ايضا الحديث على الارث يعني البيجي قائد السبسي، واعتقد انه هذا عادي. لا يمكن بمقتضى القانون الانتخابي احترام اجل 90 يوم. لكن موعد الانتخابات الرئاسيه في حد ذاته اثار جدلا سياسيا في تونس. ثمة اصوات تطالب بتعديل رزنامه الانتخابات الجديده بحجه تاثير نتائج الانتخابات الرئاسيه على البرلمانيه. في مقابل ذلك تخشى هيئة الانتخابات هي الأخرى تجاوز الأجل القانونية في الانتخابات الرئاسية في حال المرور إلى دورة ثانية. بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، لكن غالبية الأحزاب لم تقدم مرشحيها لهذا الاستحقاق الانتخابي. عدة أحزاب تدرس إمكانية تقديم مرشح توفقي لهذا المنصب بسبب عدم جاهزية غالبية الأحزاب لهذا الموعد الاستثنائي وحاجة البلاد لشخصية رئاسية جامعة. بسم الدعاسي، العربي، تونس.